ايوه يا فندم، الشيك سمع فعلا في الحساب. ايوه انا هقول لحضرتك حاجه، ثانية واحدة، خليك معايا يا ست انصاف. الو؟ ايوه يا فندم، مين؟ محل ايه؟ انا كنت طلبتكم فعلا حضرتك. انا كنت محتاج بس 2 كيلو ساليزو وعايز دستتين جاتو. طب ثانية واحدة، انا هقول لحضرتك. حاضر. الو؟ يا ست انصاف. ايوه يا فندم. ايه؟ مليون و240 الف حضرتك؟ ايه ده، انا طالب 2 ساليزو واحد. اسف، حساب حضرتك. ايوه فعلا، مليون و240. حاضر يا فندم، حاضر. يا الو؟ يا ست يا الو؟ ايوه يا فندم. لا حاضر، جهزهم وانا اعدي بعد ما اخلص شغل، اعدي عليك اخدهم. حاضر، ماشي، مع السلامه. يا ست انصاف، بقول لك ايه، نادي البابا لو سمحت. لا يا ستي، مش ابوك انت، ابوك انت ما هو اتوفى الله يرحمه. ايوه انا عارف، ابوي انا. الحق مستر عبد العزيز. طيب يا ست انصاف، اكلمك تاني. ايه خير، في ايه؟ مستر محسن مع عميله بيسخنوا عليك. بيسخنوا عليا ليه يعني؟ عايزه يقدم فيك شكوى للمدير عشان انت مأخر على اللي طلبه ولسه ما ردتش عليه لحد دلوقتي. الله يخرب بيتك يا شريف. انا مالي دلوقتي، انا غلطان اني جيت قلت لك يعني. ماشي. ما تقلقش خالص، انا هصعد الموضوع ده للاداره، لازم الموضوع ده. في يا استاذ عبد العزيز؟ خير يا استاذ، في ايه؟ انا قدمت طلب لكارد من اسبوع ولسه ما جاليش رد لحد دلوقتي، وانا مستعجل جدا عليه. حضرتك، انا قلت لك قبل كده هجيب جواب من الاتش ار بمفردات الدخل بتاعك، اللي بناء عليه هنشوف هتقدر تسدد الاقساط بتاعه القرض ولا لا. تالي الكلام ده قلته لحضرتك وحضرتك لغايه دلوقتي ما جبتش الجواب. خلاص، انا بكره اجيب لك الجواب باذن الله. تمام، اول ما تجيب الجواب هنمشي لك في الاجراءات على طول، وده الكلام اللي قلته لك قبل كده. شكرا يا استاذ عزيز، اتفضل. السلام عليكم. مع السلامه يا فندم. مع السلامه. ايه يا استاذ محسن، ايه لازمته اللي حضرتك بتعمله ده؟ انا عملت ايه يعني؟ راجل صديق قديم وكان بيحكي معايا، مفيش حاجه يعني. العيب بقى على اللي جري عشان يبلغك. معلش، يا ريت حضرتك مالكش دعوه باي حد من التيم بتاعي، ويا ريت برضه حضرتك ما تتدخلش في شغل بتاعي. يعني انا الحق عليا اني كنت بهدي العميل عشان ما يطلعش للمدير؟ انا اقول الكلام تاني، يا ريت حضرتك مالكش دعوه باي حد من التيم بتاعي ومالكش دعوه بشغلي، ويا ريت حضرتك تخليك في شغلك. استغفر الله العظيم، هي ناقصاك انت كمان يا عم محسن. الو؟ يا بابا بقى اخيرا انا بابا رديت. لا مفيش، واحد بس معاكنن عليا هنا في الشغل. لا مشاكل الواحد بيعدي عليها سهل يعني. مستر عبد العزيز، ممكن تساعدني اخلص المذكره دي؟ اصلها صعبه جدا، انا مش عارفه اخلصها لوحدي. هو انا ناقصك انت كمان؟ ما تشوفي اي حد من زمايلك يساعدك. الله، انت بتزعلني ليه؟ انا ما عملتش حاجه. انت انا لا مش منفعل شويه. اتفضل ارتاح بس. عادي يا كمان، عادي. لا مفيش يا بابا، دي موظفه جديده معانا في البنك. لا انفعلت عليها شويه. لا مفيش، واحده خاطفها ايه بس يا بابا، وانت مخلف توفيق دي. اطلع من الدنيا، ننسى انت يا ولد. انا هرشك جن مصور، بس ربنا هداه. او عمراتك تاخد خبر بالموضوع ده؟ على بابا برضو. ثانية زيزو، بتعملي ايه يا ست انصاف؟ اسكت يا حميد، اصل انا عامله نفسي بلمع الاوكر عشان اتصنت على مكالمات البه الكبير. اصل الست هانم شك ان هو بيخونها مع الرقاصه اللي بتشتغل في الكباريه اللي هو بيسهر. كباريه ورقصة ايه؟ الله يخرب بيتك يا بابا. اهدى معلش، الست انصاف دي من ريحة ماما الله يرحمها، وهي اللي مربياني. ما انا مستحملها عشان كده. يعني ايه، هنرميها في الشارع مثلا؟ ايوه. لا يا سيدي، الزهايمر عالي جدا عندها، انا اللي بخدمها مش هي اللي بتخدمني. نهايته، هعدي عليك على الساعة 9 كده. ها؟ لا قبلها ما ينفعش، قبلها عندي رندفو يا حبيبي. يلا سلام.